وينضم لنا أيضا الدكتور صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق. أهلا وسهلا بك ونعزيكم بالتأكيد ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل. نعلم أن الشيخ خليفة بسبب رحيله والحزن خيم على العالم العربي وعلى الإمارات، فكيف كان استقبالكم لهذا الخبر دكتور صالح؟ يعني هو استقبال حقيقة مش استقبال فردي، يعني أنا إنسان التقيت الشيخ أكثر من مرة والتقيتي ولذلك أعرف كل شيء، ولكن هذا حقيقة شعور الشعب الأردني. الشعب الأردني حقيقة اليوم هو حزين جدا جدا، ويشارك الشعب الإماراتي والأمة العربية كلها ودول الخليج كلها حقيقة يعني هذا رحيل إنسان عظيم. هو ليس شخص، هو أمة، هو أمة كاملة، وهو شعب كامل، والذين يعرفونه عن قرب يعرفون دائما الإنسان العظيم هو البسيط اللي يبين بساطة، الإنسان العظيم، الإنسان اللي يمشي على رؤوس أصابع رجليه، هذا ليس له علاقة بالعمل الإنساني. الشيخ زايد كان عندما تأتي لي، وأنا حقيقة لي شرف أني قابلته أكثر من مرة وشفته أكثر من مرة وسمعت منه وعلمنا أكثر من مرة حقيقة، والشيخ زايد عندما يجلس على فراشه اللي على الأرض بدون كراسي، وعندما يتحلق حوله سواء دبلوماسيين أو سواء صحفيين أو سواء كتاب، حقيقة يسمعون منه البعد الإنساني، البعد العطاء الإنساني. هذا إنسان حقيقة كنا ننظر إليه ونتحدث عنه ونسمع منه في لا نسمع من كثيرين من الناس. والآن عندما يغادرنا الشيخ خليفة، غادرنا الشيخ عديفة وهو جزء من والده ورحم الله والده ورحمه، وحقيقة اليوم عزاء وحزن عند العرب كلهم، لأن هذه العائلة حقيقة عائلة مثل أدالية العنب الكبيرة التي دائما تعطي قطوف جميلة وتعطي قطوف حلوة، وهذا هي الكل من يعرف الإمارات ويعرف الشيخ زايد ويقرأ عنه ويعرف أيضا أبنائه، يعرف أنه حقيقة أنه هذه حالة فريدة. ما بقول بالوطن العربي، لأن الوطن العربي إحنا جزء منه وهو جزء منا، وأيضا حتى لو سمعنا رحمه الله نحكي عن الوطن العربي بطريقة مخالفة سيقول لا الوطن العربي عظيم والأمة العربية عظيمة، وكنا نسمع منه دائما هذا الكلام. ولذلك حقيقة اليوم أكثر من أن يكون يوم حزن أكثر، ولكن هذا يوم كلنا يجب أن نكون بالكف حول ولي عهده، حول الولي العهد اللي موجود الآن، ومعروف أنه هو جزء كبير جدا من الشيخ زايد ومن الراحل الكبير اللي رحل اليوم رحمه الله. ولذلك هذا احنا اليوم عنا بالوطن العربي كله يجب ان يكون، وليس بالخليج وليس بالامارات، لانه هذا انسان عظيم الامه، هذا الانسان قائد الامه، ولذلك نقول رحمه الله واكرمه في زمان بعيد. اللهم أمين. دكتور صالح، ما هي الصفات التي ميزت الشيخ خليفة وحضرتك كما ذكرت التقيت به سابقا، فكيف تقدر تصف الشيخ خليفة رحمه الله على الصعيد الشخصي؟ يعني هذا كنا نشوفه بالشيخ زايد، والشيخ خليفة نشوف البساطة، ودائما الإنسان اللي جانبه طرف بساطة. وأنا قلت لك الإنسان اللي يبين إنسان عادي لطيف، يتعامل مع كل الذين حوله، يتحدث معهم بأريحية، يتحدث بصدق، غير الإنسان اللي شفناهم في بعض الدول يمشون على رؤوس أصابعهم حتى يظهروا أنهم أطول من شعوره، هذا غير موجود نهائي على الإطلاق.
يعني كنا ما حمد ما حكيت لي يعني كان الشيخ زايد يحط المركزة أو يقعد يتحدث ساعة ساعتين كل أحاديث جميلة بالعمق العربي بالعمق السياسي بعمق القضايا الملحة وهذا ورث أبنائه والراحل الكبير ورثه وكان بسيط ولكنه كان كبير جدا جدا كان بسيط ولذلك أنا أقول الآن أن التواصل سيستمر ومن يخلفونه سيواصلون المسيرة بالتأكيد وهذه سلسلة جميلة لا يمكن إلا تكون باستمرار تعطي إذيان خطوف دانية كما جاء في القرآن الكريم خطوف دانية خطوفها دانية وحقيقة إن تقول الآن كل العرب في الإمارات كل المسلمين في الإمارات وكل الناس اللي بالوطن بالعالم مواقفهم صحيحة مع الإمارات. الدكتور صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق شكرا جزيلا لك ونجدد تعازينا لأنفسنا ولكم أيضا.